بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، تواصل مستمر هناك مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. شوطنا الثامن هو الشوط الأخير بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، ومن بعد هذا الشوط سوف ننطلق إلى معركة أبناء القبائل. انطلاقات أبناء القبائل، أتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين والمنطلقين على أرضية هذا الميدان. نحن نسير مع الشباب، نحن نسير مع اللي في المركز الأول، عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي. يا سلام يا بالمر، نقلتنا على سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك طارش بن مبارك والقوبع الحميري، وفي المركز الثالث شاهين مطر بن عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة، وفي المركز الرابع من الجانب الآخر ما شاء الله ضاري محمد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، وخامس المراكز شعر أحمد بن سالم سيف اليابري مع الذهب، وسادسا أيضا هناك شاهين سيف بن عبد الله بن غرير الجسبي، وفي المركز السابع والثامن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم اليذاب ومزعج وسعيد بن عبيد الحميري، وتاسع المراكز أيضا هناك مشعل راشد بن سيف بن سلطان بن سيف الطلنجي، وفي المركز العاشر هنا من هذا الجانب أيها السمهوي وحمدان بن مبارك بن عيسى المطيعي. هكذا كانت النتيجة ما شاء الله للمراكز، بعناها عليكم بالفوز تمام. والشبابي الشبابي 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 حيوه حيو بن حلوة، هو يوه حيو الشبابي وحيو بن حلوة. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. يبا ينفرد ما شاء الله عن بقية المراكز، واشهد انه يعرف طريق الناموس، والله اشهد انه يعرف طريق الناموس، يعرف الختاميات. نتمنى لك التوفيق يا ابو حميد. المركز الثاني هناك ضاري في المركز الثاني محمد بن احمد بن سعيد بن رفيع، المركز الثالث الهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وطارش بن مبارك بالقوبع الحميري، والذهب يأتي ثالث رابع المراكز، وأحمد بن سيف بن سالم أحمد بن سالم بن سيف اليابري، وفي المركز الخامس أيضا هناك مطر بن عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة أيضا من يتواجد مع القمة. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي. ها هو الشبابي ما شاء الله، وعبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي من يقدم على المركز الأول، من يدفع بالمركز الأول. المتابع دائما هناك الانطلاقات مع هذا الشعار الجميل، هذا الشعار بنقول الموفق يا أبو حميد إن شاء الله. ها هي النتيجة وحضورنا الجميل مع هذه الأسامي المميزة. تهانينا والناموس وين؟ هذا والعلم عند الله. التواصل مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم جمهورنا المميز هناك مع هذه الانطلاقات. التواصل والتميز هنا ما بين الشباب والذهب. يلا يا اليابري، يلا يا بن حلوة، الثنائي الجميل الثنائي المميز هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. الشبابي شبابي عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة من يقدم على المركز الأول. بسم الله بسم الله، ودعتكم يا ليت ما كان يوم الوداع القلب ممحون. الله الله، شو بقول يا ابن حلوة، شو بتكلم شو بتكلم، شو تباني أقول، شو تباني
ارتب حق هذا القعود. الغنامي يقول والله اللي عنده من الشباب بكره ولا قعود يحسب له الف حسابي يوم تحضر العشود. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا كم يا كم يا كم هذا البعير يا كم هذا البعير انتاجه فاخر يا كم هذا البعير من انتاجه يا كم مبتاعا من انتاجه يا كم حصدا رموز من انتاجه. سلام على العاصفة انتاج العاصفة الشباب غني عن التعريف والله الشباب المملوك لهجن العوش. شوف اللي قادم شوف اللي قادم شوف اللي قادم شوف اللحظات الأخيرة شوف الذهب في اللحظات الأخيرة. الله أحمد بن سالم بن سيف اليابري تحانينا والناموس وسلام سلام سلام سلام. فاجأنا في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني عبد الله بن المر بن سعيد بن حلو. المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث المركز الثالث مستمعينا الأعزاء بن عبد الله بن غليل. المركز الرابع مطر بن عبد الله بن مطر بن رفيع. وفي المركز الخامس حمدان بن مبارك بن عيسى المطيعي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة 6 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن. تحطم التوقيت 5 ثواني وهناك جزء واحد من الثاني تهانينا والناموس اليابري على هذا الأداء على هذا الناموس الجميل. تهانينا أحمد بن سالم بن سيف اليابري.